إرهاب الطرقات تسببت شاحنة ذات مقطورة فقد سائقها السيطرة عليها بمنحدر سيدي أعباز إلى حادث تسلسلي، حيث اصطدمت بأربعة سيارات وحافلة لنقل المسافرين ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تدخلت مصالح الأمن والحماية المدنية التي قامت بإجلاء المصابين للمستشفى، فيما تنقل والي الولاية مرفوقا برئيس أمن الولاية ومسؤولين محليين إلى موقع الحادث، حيث اتخذ قرار بمنع مرور الشاحنة ثقيلة الحجم عبر وسط المدينة والمرور بطريقة الاجتناب خارج المدينة، والذي رصدت له أو رصدت له 50 مليار سنتيم لتهيئته. عاصم بخاري رصد التالي. فدخلت المصالح العملياتية للحماية المدنية لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف شاحنة ذات مقطورة، مما أدى إلى حادث مرور تسلسلي أدى إلى إصابة أربع سيارات وشاحن وحافلة. الحادث خلف أربع ضحايا نقلوا على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى. عندنا منحدر مرت في شاحنة بسرعة مطلقة، نتيجة الوقت للمكابح لم تعمل. احنا ماذا بينا نطالبوا الوالي بالتدخل العاجل باش يمنع هاد الشاحنات هادو اللي سيمي ما يمروش في بجانب هذا الطريق. جا السيمي الشاحنه هذه هبطت فقد المكابح، هبطت له الريح، هبط توشى الحافله، ومن بعد جا هنايا ارزمو هاد البارتنر هذه هبط سيدي يشري، ارزمو المزيه وكان مات تحتها.